السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده مهم جدا لأي بيت. الجهاز ده يقدر يجيب لك كهرباء في حالة قطع الكهرباء عندك، لو انت محتاج تشغل مروحة او محتاج تشغل لمبة، لو انت شغال على جهاز خفيف زي جهاز الكمبيوتر او شغال على اللابتوب، فالجهاز ده لازم يكون معاك. هو الجهاز مكون من حاجتين. اول حاجة لازم يكون معاك بطارية على الاقل تكون 12 فولت، ودي شكل البطارية وحجمها زي ما انت شايف كده. ومعاك كمان جهاز ده، الجهاز ده تلاقي رابط الشراء موجود في الوصف، وعبارة عن 1000 واط، يعني هو بيشغل 1000 واط للأجهزة اللي معاك، يعني ممكن تشغل اكتر من جهاز كمبيوتر، وكمان تقدر تشحن الموبايل بتاعك. دلوقتي لو انت مثلا بتحتاج الانترنت على طول، فانت لازم يكون معاك الجهاز ده، لانه هيقدر يشغل لك حتى كمان الراوتر بتاعك، وكمان مجهز بيه حاجة هنا زي المشابك كده، بتقدر تركبهم هنا في البطارية زي ما انت شايف. هنا بيبقى فيه لونين، لون الاحمر بيبقى مع اللون الاحمر على طول، بتركب هنا كده، وهنا اللون الاسود مع اللون الاسود اللي هو هنا عندك الموجب والسالب. طبعا انت كل ما بتيجي تعلى في امبير البطارية، طول ما بيديلك باور اعلى. دلوقتي انا هشغل معاكم الجهاز ده بالشكل ده كده، بضغط على زرار الاون، وبعد كده لو حبيت ان انا اجرب معاكم على يعني مصباح صغير كده، بركب في المصباح زي ما انت شايف، هو كده المصباح قاعد معايا تمام. انا هحاول بس ايه اوضح لك الصورة شوية. طيب دلوقتي لو انا حبيت كمان اشحن، يعني بروح عندي للكابل اليو اس بي بتاعي، وركبت معاكم في اليو اس بي، وانا حبيت اشحن الشنيور الصغير ده، ممكن اوصله بالشاحن هيبدأ يشتغل معايا بأي ليد لونه أحمر أهو زي ما أنت شايف تمام. حتى كمان تقدر تشغله، كمان تقدر تشحنه. بصراحة الجهاز ده يعني تحفة قوي لكل بيت، وكمان لو أنت حابب تشغل عليه الراوتر بتاعك، تقدر تشغل الراوتر بالجهاز الصغير ده. سعره مش غالي يعني، بس هو مناسب للجميع. كمان تقدر تشغل عليه مروحة لو انت عاوز، بس الفكرة كلها انك طول ما انت بتعلى في امبير البطارية، طول ما انت كمان بترفع من الباور بتاعك وبترفع من الواط بتاعك، وكمان تقدر تزود حمل على الجهاز ده بس من خلال تركيب له مشترك صغير، وتبدأ انت تشغل عليه كل الاجهزة اللي انت عاوزها.